قوم يا تامر اصحى، الدنيا العصر وانت لسه نايم. صباح الخير يمه. الناس بتجهز لتمسي وانت بتصبح. يا الله، الله كان عندي موعد على وحده وراح. كل حياتك سهر لوجه الصبح وبتتأخر بالنوم. طب ما انت عارف يا امه، بخلص شغلي في الليل عشان ارتاح في النهار. قواعد العشق الأربعة. عشقان يمه ومن ورايا؟ والله انت العشق الأول والأخير يا حج. كلكم بتحكوا هيك، بكره بس تتزوج مرتك بتصير هي العشق الأول والأخير. والله ما فشرت اللي تيجي تاخذ مكانك في قلبي. يلا يسلمك يمه ويحميك ويرضى عليك يا رب. والله صباح الخير. صباح النور. اوه عال العال، هيك مصحصح وتمام التمام يا بطل. بدي اياك تمسك فكرة الفراقيع في الحفلة. اجيب صابون البخاخ. جيب اللي بدك اياه، المهم بدي الحفلة تطلع نار. شادي بديش غلبة في الحفلة. خليه يعمل اللي بده اياه يا اخوي، هي كلها حفلة وماشي، احنا كل يوم بنفرح. اعمل اللي بدك اياه شادي. تفضل يا عمو. اسلموا هالايدين. تفضلي داريا. تسلمي يا رب. تفضلي بابا. الله يرضى عليك يا رب. بدي اشتري بلوزه للحفله. راح اشتري لك كل اللي بدك اياه، بس اهم اشي تشرب الدواء حبيبي. ايوه عشان تكون بطل في الحفله. شادي بطل؟ شو قال الدكتور؟ لازم تشرب الدواء. يلا يا ماما، يلا 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 حبيبي، يلا عشان تصير. ألف سلامة علي يا رب. الله يسلمك. بالسلامة إن شاء الله. المهم تكون تممت كل أمور الحفلة. لا تقلقش يا أخوي، كل الأمور تمام، وديتهم عربون كمان، ضل علي بدلة العروس جيبها وتخلصني منها. إمتى ناويين إن شاء الله تتأجروها؟ كمان يومين إن شاء الله. عخير إن شاء الله. بنمر أنا وماما عليك وبناخدك معنا إن شاء الله. تمام. شادي حبيبي، انت كل اشي اللي في هالدنيا. انا كان نفسي اكون معك بس الموضوع مش في ايدي. الله يشفيك يا رب ويعافيك ويرجعك إلنا سالم غانم حبيبي يا بابا. حبيبي يا عمر. قطعلك منها عشان تاكل يا حبيبي. يلا بس قطعها وجبة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shady. Happy birthday to you. زي اليوم من 7 سنين أجاني شادي، مل علي الدنيا، كانت أحلى فرحة في حياتي. بتذكر هذا اليوم، يومها كنت أنا وأبو شادي طالعين مشوار، ورن علينا أبوه الله يرحمه وقال له روح مرتك ولدت في المستشفى. روحنا بسرعة. شادي كان بيستنى في هذا اليوم. كنا وعدين نعمل له حفلة كبيرة
ونجيب له هدايا، نعزم أصحابنا وحبايبنا ونفرح ونفرح حمانا زي اللي صار. انت التانية بدك تقلبي هنكاد اشربي شاي، والله لغير يرجع شادي وأبو شادي، تعملي لهم أحلى حفلة وننبسط كلنا سوا. يسلم ايديك يا ماما. أيوة هوني عليها هوني عليها يا ماما. يعني هي محتاجة حدا يهون عليها؟ ما هي فاهمة. والله منورانا يا مشادي، يا بركتنا أنت. يسلم ايديك. شادي جاني بعد 20 سنة، هو الفرحة اللي كنت بستناها، هو نور عيني، هو أحلى حاجة في الدنيا صارت لي. ما تقلقيش، إن شاء الله ربنا راح يشفي وراح يرجع لك بالسلامة. إن شاء الله. قول يا رب يا اخوي. يا رب. وقف. انا جاي معك. يسلم والدين. أظن هيك باقي متصور؟ ها مين يعني ابن الجيران؟ والله المصورة باقي تضحك علي، تقول لي اعمل هيك اعمل هيك، تقول لي اعمل هيك اعمل هيك. كي نهبل يا رب سامحني. شوف شوف هاي الصورة. ايوه والله كاين توم كروز. فشل توم كروز قدام عمر. قصدك عمر ابن صفية. عمر؟ شو رأيك نعزم ماما وبابا على العشاء؟ مين يا أختي؟ ماما وبابا. نعم حد قاعد معنا وسمعنا، اسمهم أبوي وأمي، ما تفضحنيش. ماما وبابا أحلى. لا بقلك. آه شو حكيت؟ آه يا أختي it's okay، أعزمي ماما وبابا، أعزميهم. حتى ما انقشعر بدني وانا بقول بابا وماما. ايش اللي بابا وماما؟
الشباب تأخروا كتير، أكيد رح يرجع. الشباب قدها. قدها صحيح، بس إحنا مش قد الحرب والدمار والخراب، مش قد الموت اللي فرضوه علينا. إحنا راحت علينا، إحنا صار الموت أقرب لنا من أي إشي. أنا السبب. لا أبو شادي، مش أنت السبب، أنت مش غلطان ولا حدا فينا غلطان. أنا وأنت وكل الموجودين عارفين مين الغلط ومين السبب. هو واحد، الاحتلال، وكل العالم مصدقه. عالم ظالم. احنا راح نموت هنا ونندفن وما حدا حاسس فينا. احنا راح نصير في خبر كان. دكتور ما تقولش هيك، احنا كنا ماشيين بهمتك، انت السند إلنا. راح نطلع من هنا ونعيش الحياة أحلى من الأول، ونرجع لسهراتنا وقعدات النار. كل إشي، كل إشي حلو راح. وين عمر؟ وين تامر؟ وينهم؟ راح يرجع دكتور، راح يرجعوا. جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد للحرب ولأي تحد عسكري. نحن نستخلص العبر ونطور أنفسنا، وبالإضافة إلى الأسلحة التي بحوزتنا فإن قدرات الجيش تتحسن باستمرار. أي والله ما نعرفه، بدنا نروح قدام العتاد هذا كله. عادي، زي ما كل جيوش العالم بتتواجه، وخصم أقوى من خصم. طيب ركز لك كلمة جيوش منيح. ها بس بدي أقول لك شغلة، ما تنساش إنه الواحد من عنا عن جيش كامل من عنده، والدليل انهم بقدموا خطوة وبرجعوا 10 لورا. متابعينا الكرام، في هذه الأثناء وصول عدد كبير من الجرحى والمصابين إلى المستشفى. هذا الاحتلال وهذا العدوان لازال مستمر على قطاع غزة. عن جهية الاحتلال لازالت متواصلة على كافة أنحاء القطاع. المدفعية الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية تستهدف أخواتنا غزة. وتيرة الأحداث مساء جميع المناطق في قطاع غزة. العدوان والقصف الإسرائيلي يستهدف الأراضي الزراعية والمباني السكنية أيضاً.
عطشان كثير. حاضر يا بابا. هيا عم عمر راح يجيب مية شوية وبيجي. وانا كمان عطشان. هلقيت يا بابا المية بتيجي وكلنا بنشرب. وقتش بدنا نطلع من هنا؟ وقتش انا بدي اشوف ماما؟ بنطلع شوية بس، بنستنى ماما لما تيجي وبنطلع كلنا مع بعض. ايش رايكم كمان لما تيجي ماما اخدكم ونروح نتعشى بالمطعم، وبعدين نروح على الملاهي، وكمان نروح نسهر الليلة عند سيده وعند سته. لا بس هيك كتير، انا لازم اشوف ماما. يا بابا شوية وبتيجي ماما، شوية وبتيجي وبنروح كلنا مع بعض. طب ليش احنا بنطلعش برا؟ ايش في برا؟ بنفعش نطلع يا بابا، بنفعش نطلع. ماما بتعرف انه احنا هان، حتيجي عنا. وبعدين بدك عم عمر يجي يجيب لنا مية وما يلاقيناش هان. طب هل انت صح ماما بتعرف انه احنا هنا؟ طب انا بعرفش انه هي وين. ماما راحت على الدكتور يا بابا، شوية وعدها بتيجي، ولما تيجي بنروح كلنا مع بعض. وينك يا ام احمد بس؟ وينك؟ هلقيت يا ام احمد. يا عم عمر طولت، انا عطشانة. يا رب يا رب.